السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في البرنامج أنا المبرمج المحترف. إن شاء الله هنتعلم في الحلقة الخامسة دي البروسيجر والفانكشن وبرامترات وأنواع البرامترات اللي هي التمرير بالإدخال والتمرير بالإخراج والتمرير بالحالة الافتراضية، وهنتعلم برضو مجردات الأسماء والنمسيس زي نعمل نيم سبيس والكلام ده، وهنتعلم حاجة اسمها آليات البثوث الأكسس موديفايد، واتمنى طبعا الفيديو ده يعجبكم. البرنامج ده برعايه شركه ديبي سوفت سولوشن، مقدمه لحضرتكم محمد فايد بروجكت مانجر من شركه ديبي سوفت سولوشن، ويلا بينا نبدا في الدرس. واتمنى طبعا لكم بتمنى لكم مشاهده ممتعه. الحلقه الخامسه دي هنبدا نشرح فيها الفاكشن بروسيجر وبرامتر طيب برام سألنا برامترات وفاكشن بروس، ايه المقصود بالكلام ده كله؟ مش فاهم حاجه، ايه برامتر وفاكشن والحاجات دي كلها؟ بص يا ريس، انا بعمل كده كبسوله بحط فيه حاجات وبنزل حاجات جوه. على فكره الحلقه الخامسه دي ما اعتقدش انك هتفهمها الا لما تكون ذاكرت كويس الحلقه الرابعه، وانت استحاله تفهم الحلقه الرابعه الا لما تكون ذاكرت الحلقه الثالثه، استحالة تفهم الحلقة الثالثة إنها من تكون ذاكرت الحلقة الأولى. يلا على كل فيديو بنقول الكلام ده. الفاكشن بروسيجر اللي هي إيه؟ الميثود، بمعنى صح الميثود دي عندي منها فاكشن بروسيجر. عبارة عن إيه؟ بعمل بكتب كده، بعمل كده كبسولة بحط فيها حاجات وبنادي الحاجات دي من خلال اسم الكبسولة بتاعتي، أو بتنفذ لي إجراء معين أو بتنفذ لي أوامر معينة. دي كذا استخدام، تمام؟ نشوف كده استخدام بتاع البروسيجر. الإعلان عن البروسيجر حاجة اسمها كلمة void، احفظوا الكلمة دي برضو بصوت العربي. طيب void كده الإعلان عن حاجة اسمها بروسيجر، هسميها ايه؟ my bro الاسم بتاع عايزه، بعمل لها ايه؟ قوسين كده. خلي بالك ممكن تديها بارامترز وممكن تديهاش بارامترز، انا مش هقول لك ايه موضوع البارامترز ده، تمام؟ بس انا هقول لك مش دلوقتي، يعني في نهايه الحصه دي هقول هنا مثلا الامر عايزه يطبعه لي. مثلا الامر الاولاني كونسول دوت رايت لاين مثلا هلو، ادي امره. امر تاني console.write_line مثلا ويلكم، جميل جدا. انا بقى هنا في اي مكان اقدر انادي على ماي برو اهو. كلام جميل. انت غلط اهي. هي دي كده ليه بقى؟ لا خلينا بقى نعمل استاتيك، عشان الاصل الميثود اللي محطوط ليه اصلا ستاتيك، فلازم دي نخليها ايه؟ ستاتيك. وهقول لك ايه المقصود بيها ستاتيك، بس مش دلوقتي. تيجي تبص كده هتشغل ران تايم، طبعت لك ايه؟ طبعت لك هلو ويلكم، ناتج لك على البروسيجر. ممكن اعمل بروسيجر تاني اهو، واحد تاني اهو اسميه ماي برو تو، ما قالش حاجه، هسميها هلو تو ويلكم تو، ها بروسيجر تو اهو، مش فارق معايا. احفظوها بقى البروسيجر بتعمل على فويد، مش شرط ستاتيك. لو المكان اللي فيه ده ستاتيك، يا بس بقول لكم دي معناها ايه ومش دلوقتي ونيجي وقتها. لكن هنيجي نشغل فورمز او اندرويد او اي حاجه، مش اساسي في بعض الحاجات الا ما كنت محتاجها. اعتبرها مش موجوده دلوقتي عشان ما تلخبطش، بس اهم حاجه تحفظ واضحه الفويد والاسم البروسيجر وتعمل القوسين دولت، ويكون بره على فكره بره الميثود الاساسيه اللي بتاعت ايه المين. بص عليها اهي، ناديت لك على اثنين ميثود، تمام. تعالى كده نعملها بالتصوير البطيء كالعاده، نجرب. بص على F11 او بص على F11، راح نادى على ماي برو، راح كلم اول اولى والثانيه وقفلها، تمام. راح الثانية اهي، راح الثانية هي كلمة الثانية، كلمة أولى والثانية، تمام. بص على 11 كنترول ثبتها في الشاشة اهي،
اتمنى طبعا تكون البروسيجر ده حاجه بقت واضحه ما فيهاش اي مشاكل. الفاكشن بقى عباره عن ايه؟ الفاكشن هي زي البروسيجر ولكن بتحمل بيانات، بتحمل نوع بيانات تمام، وبترجع لك قيمه، لكن البروسيجر مش بيرجع لك قيمه، الفاكشن هي بترجع لك قيمه. ممكن اعملها الفاكشن بتاعتي من نوع مثلا انت، اسميها مثلا سم، الاسم يعجبك ممكن. انا مش عايز احط لها بارامترات دلوقتي، بس مش عشان مش هي دي دلوقتي. بص بقى، ممكن اقول انت اكس بيساوي مثلا 3، ممكن اقول انت واي بيساوي 2، مش دي الحاسبة اللي احنا بنعملها عادية. ممكن انت زد بيساوي مثلا اكس زائد 2، اكس زائد واي تمام. بعدين اقول ريتيرن، بعد كده اقول ريتيرن بس مش لازم ريتيرن اي حاجة، او ريتيرن زد، انا اسف، رجع لي قيمة ايه؟ زد تمام. هنا بقى لما اجي اعمل فاكشن، لما اجي الفاكشن دي عايز اناديها، احنا كنا بنعمل وظيفه كل الكلام ده كله هنا، لا يعني هنا ممكن تفيد بس يعني متغير هتسميه مثلا اللي يعجبك اكس اكس بيساوي ايه؟ دي طبعا خليها لك ستاتيك كمان عشان مش هتشتغل ستاتيك، يساوي اكس اكس بيساوي ايه؟ صم، شايفين؟ صم. قولوا هنا اطبع لي كونسول، كونسول دوت رايت لاين، قولوا ايه اكس اكس دوت ايه سترينج. طبعا اتمنى تكون الحته دي تكون واضحه، ترجعها تبعت لك ايه رقم 5. الموضوع ده حصل ازاي بقى؟ تعالى نعمل بوينتر من هنا كده ونشغلها وندوس على اف 11. راح كلم السم، قال لك في واحدة تساوي 3 والواي بيساوي 2 وزد بيساوي اكس زائد واي، رجع لي قيمة اكس. وبعدين قفل الكوز، راح ارجع لك قيمة اكس، اكس اكس بيساوي ايه؟ الناتج الجاي بتاع السم، راح طبع لك قيمة السم ورجع لك ايه في الشاشة. طيب اعلان جميل جدا. انا عايز استخدم برامترز. برامتر ايه بقى؟ ممكن يعني ايه برامتر اصلا؟ يعني البرامتر دي كلمات بمرر بيها بيانات، يعني اسمها تمرير، اصبح تمرير بيها بيانات. ممكن اقول انت اكس اهي برامتر الاولاني اهو، وانت واي. انا ممكن الكلمتين دول امسحهم تمام. فهنا ايه بقى؟ قلت انت زد بيساوي اكس اللي هي دي، والواي اللي هي دي. الاكس دي الكلام هيتمرر عليها. تعالى شوف هنا، لما جيت تفتح الاكس، لما جيت تفتح الصم، وقال لك هنا ايه؟ ايرور. ايرور ليه؟ لا، لان في برامتر لازم تكتب قيمه، شايف؟ قال لك هنا في لازم تكتب اكس وواي. عارف ازاي؟ عشان اصلا مدير البرامترات لازم الصم دي تكتب فيها كلمات ارقام من نوع من نوع ارقام. ادي 2 مثلا، انت عايز 2 و2 اهو، هل هيجمع لك هنا ايه؟ 2 و2 بقوا كام؟ بقوا 4. تخيل هنا انا مش عايزه اكس زائد اكس، ممكن اخليها اكس في، هتبقى ايه؟ 2 في 2 ب4 تمام. طب 2 مثلا في 9 اهي، او 2 في 9 مش عارف والله الكلمة، عشان مش حافظ الجدول ده، بقى 18 مثلا. ده اسمها ايه؟ برامترات. الجزء دلوقتي اللي انت لازم تعرفوه جزء مهم جدا، البرامترات دي ليها ايه انواع. في حاجه اسمها تمرير بالقيمه، وفي حاجه اسمها التمرير بالمرجع، وفي حاجه اسمها ايه التمرير الافتراضي اللي احنا اسمه ده تمرير افتراضي. هنعمل امثله دلوقتي حالا على ايه؟ على التمرير بيانات باستخدام برامترات ماشي، بس نشوف انواع ايه؟ الافتراضيه وتبقى المرجع والمرجع والاوت اللي هي ايه؟ بالاخراج. انا عندي هنا النورمال العاديه، وعندي هنا استخدام الريفرنس المرجع، وعندي هنا ايه الاوت.
يفرق الاثنين، يفرق الاثنين زي بعض بس في اختلاف ان دي الفيرب ما تعتبرش كلمه. المهم واحده واحده، تقول مثلا ستاتيك فويد مثلا فيو. طبعا عرفنا ازاي بنعمل بروسيجر، ده بروسيجر. جيت هنا قلت له مثلا انت اكس، وقلت له هنا اكس بتساوي 20 30، مش مشكلة مش فارقة معانا. جيت هنا اقول له مثلا فيو، هيقول لي ايه عايز تدخل انت اكس هنا. بص بقى هعمل هنا انت مثلا جي بيساوي 4، وهنا بيطلب منك رقم هتكتبه، هقول له حط رقم هتكتبه انتو اكس انتو جي. خلي بالك تاني كده، الفيو دي بتاخد منها لازم تكتب رقم، يا اما تكتب رقم تمام، يا اما تحط متغير بيحمل نفس ايه مثلا ايه الرقم. اوكي هنا بقى لما اجي نقول اطبع كونسول دوت رايت لاين جي دوت دوت سترينج، هي جي الاساسيه ده قيمتها كام؟ مش 4 تمام؟ الجي الاساسيه قيمتها 4، بعد البرامتر ده هتبقى قيمتها فعلا 4 ولا قيمتها 30؟ لا طبعا تبقى زي ما هي 4. ليه بقى؟ بص اهي قيمتها زي هي زي هي 4 ما تغيرش، عشان كده البرامتر هنا بحالته الافتراضيه. طيب لو جينا ده اسم البرامتر عادي، جيت قلت له مثلا استخدام ريفرنس تمام، او هنا ريف، يبقى هنا الجي هنا الرساله تتبع هنا الجي مش تبقى ب 4، تبقى ب 30. اهي شايفين. طيب لو جيت قلت له اوت، قلت له اوت اهي، مش هتبقى اوت، مش هتبقى هي الاوت زي ريف، ولكن مش شرط يعني يكون ليها دي قيمه. اهي ورجعت لك اهي جابت لك 30 تمام. هو سؤال هنا يعني تخيل اصلا من غير دي، هقول لك حاجه هنرجعها تاني ريف، انا هعيد لكم الكلام ده تاني عشان تتوهتوا ومش فاهمين، هنخليها ريف. بص بقى هي اداك ان ايرور ليه؟ قال لك عشان الجي دي مش لازم تديها قيمه. طيب يا عم هي تمام خلاص، رغم اصلا كده كده لما تيجي تتبع مش هدي لك ليها، مش هدي لك رقم 8، هدي لك 3، هدي لك 30. طب ايه لزومها، ايه لزوم اكتبها؟ ما هو ده شرط، الريفرنس ده شرط اساسي انت تكتب وراه قيمه تمام، رغم ان مش هي 8 انك تتبع، هتتبع الرقم فيها دي. اعيد لكم الجزء ده تاني من الاول عشان محدش يتلخبط تمام. اهو انا دلوقتي حالا هعزل دي كده كمان عشان حاسس انك ما فهمتوش. بص الفيو دي مش عايزه رقم صحيح، الفيو فانكشن اديته امر خليها بالحاله الافتراضيه، مش فيو دي عايزه فيها كوز، عايزه تكتب فيها رقم صحيح اهو تمام. بس السؤال هنا بقى اهي ال بس انا مش عايز اكتبها هنا رقم صحيح، انا عايز احطها في متغير انت اتش بتساوي 5 4 5 اي حاجه. وجيت هنا قلت له اطبع لي ايه الاتش تمام، فاهم القصه دي؟ طب الاتش هنا ايه تفتكر؟ لو من غير دي هيتباع لي 4. بص من غير الفاكشن دي يعني دي عامل لك ايه؟ حللتها. يعني ايه حللتها بقى؟ تعرف الفلتر لما تدخل عليه الميه بقيت اهي، يعني دي فلتر اهو رقم 4 استخدمت معاه الفاكشن دي ما خليتلكش 4، خليتها لك حاجه ثانيه خالص. ايه يعني دي ده بقت 4 عشان ما استخدمتش الفاكشن دي. جيت بقى ايه، جيت استخدم الفاكشن دي تمام، حللت لي الاتش دي ما خليتهاش ايه 4، خليتها لك ايه القيمة الموجودة التانية. خلي بالك خليتها لك ايه برضو 4، بس انا ما استخدمتش التحليل جواها، عشان استخدم التحليل جواها هنا محتاج انا اعملها ايه، خليها هنا ارف. شايفين؟ هنا هيطلب منك ايه
اكتب امارس. هتبص كده مش هتجيلك 4، هتجيلك ايه؟ هتجيلك 30. والاوت كذلك امر، اهي الاوت زي الاوت زي الريف بالظبط، اهي 30 ما جابتلكش 4. تمام. طيب الاوت مش بتشرط، مش ممكن تحط للمتغير ده قيمه وممكن ما تحطلوش قيمه، شغال ما بيقولش لا. لكن الريف شرط اساسي تحط له قيمه، رغم اصلا محطوطه قيمه موجوده زي عدمها. اتمنى طبعا الجزء ده تكونوا فهمتوه وان شاء الله صح. احنا بقى اتعلمنا ايه البروسيدجر والفانكشن وتمرير بيانات، تمرير بيانات وعشان واحد تمرير بيانات واخراجه بالاخراج والريفرنس والعاديه. ناقصنا ايه بقى؟ ناقصنا نتعلم ازاي ننج بلس، وناقصنا نعرف ايه مجلدات الاسماء واليات الاسماء. انشاء كلاس يعني انشاء كلاس. بص اي حاجه موجوده عندك بنستخدمها، وكلاس ده تعتبر هندسه، نعتبر شغالين في بدايه او او بي. فاكر لما جيت اقول لك مثلا اسف سترينج اس تي ار، فاكر لما قلت لك ده نوع بيانات؟ هي اصلا كانت معمول ايه، حاجتين، حاجه ستراكشر او كلاس، لكن دي اصلا معموله كلاس. قاموا عليها كليك يمين، بس مش احنا اللي عاملينها، مايكروسوفت عاملينها كلاس اهي. وانا حصل افتكر الكلام ده كويس قوي 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 قوي، يمكن بعد 3 دقائق بالظبط هنعمل حاجه زيها. قالنا عندنا كلاس اهي، يعني سترينج دي احنا بنستخدمها ان هي كلاس، النقطتين دول كانت متورثه من كلاسات تانيه، قد تكون كلاسات تانيه موجوده هنا، قد تكون كلاسات تانيه مش موجوده هنا، مش عارفين طبعا. ممكن لما تقعد تفتش عليها الى اخره. شايف بقى السترنج اللي احنا بنعمله، الانتجر نفس الحكايه، والبول نفس الحكايه الى اخره بقى. الحاجات دي كلها انا بقى المفروض نتعلم يعني ايه كلاس ويعني ايه نيم سبيس. اول حاجه عشان اعمل كلاس، يعني اول حاجه شغالين على ايه؟ على كلاس اسمها استنى اكبر بقى، احنا شغالين على ايه؟ على كلاس اسمها بروجرام. الكلاس دي تمام، اللي جواها افتحها كده، اللي جواها ميثود اسمها مين، اللي هي بنكتب فيها الاوامر بتاعتنا اول باول، صح؟ ارجع شوف بقى الكلاس دي اللي اسمها بروجرام دي محطوطه جوه كبسوله اسمها ايه؟ نيم سبيس. انا عايز اعمل كلاس ثانيه اسمها محمد. اعترض؟ ما اعترضش. جوه الكلاس الثانيه دي باسم محمد، اقول مثلا بابليك static، اقول مثلا public static void. هنعمل بروسيجر اسمه ايه؟ دودو. كلام جميل. اقول له هنا ايه؟ كونسول دوت رايت لاين الو. طيب جميل قوي. انا عشان انادي على المش دي لازم اعمل اوبجكت من الكلاس دي، تمام؟ اوريدي لما اكتبها جواها مش هيعترض، مش هيطلب مني اكتب نيم سبيس اللي هي بتنتمي جواها، عشان هم اساسا هم الاثنين تحت النيم سبيس ده. يعني دلوقتي حالا جوه عشان ادي جواها دي لازم اكتب محمد، اعمل مني اوبجكت وموجوده جوه ايه؟ جوه الكلاس اللي اسمها سوري، جوه الميثود اللي جوه الكلاس دي، عشان انادي على الميثود اللي جواها محمد. مش هطلب من نكتب نيم سبيس اسمها كونسول ابلكيشن واحد، ليه؟ ان هما الاتنين اصلا جوه النيم سبيس واحد. طيب ماذا والا بقى لو عملنا نيم سبيس تانية؟ دي بقى انا هشرحها بعد شوية، بس واحدة واحدة كده. نفتح الكلاس الاساسية، الكلاس اسمها بلوك المين، اقول هنا محمد دوت دودو، شايفينها؟ اهي. لو جيت عملت عليها كليك يمين وقلت جو ديفينيشن، فتح لي كلاس اسمها دودو، وراح لي عن الميثود اللي اسمها كلاس اسمها محمد، وفتح لي عن كلاس اسمها ايه؟ دودو. شوف بقى لو انا ما خليتهاش ايه؟ ستاتيك. تمام. اجي اخليها نقفلها كده عشان ما تخبطش. هو اداني ايرور. لا طب انا ممكن اقول ايه؟ محمد، اعمل منها اوبجكت اسمه ام او ايكوال نيو محمد.
قول ام او دوت دودو. كده عرفت انادي على الكلاس اسمه دودو اللي هي موجودة جوه محمد. تيجي تجرب كده اهي شغالة، طبعت لك هلو. نعملها بقى زي اتفقنا كده، خلينا نتعلمها بالتسويق بطيء، نعملها بريك بوينت وادوس على ستارت وادوس على F11. راح فين؟ عند دودو. شوف اللون الاحمر ده، قالك راح بيكلم محمد بينتمي الى الكونسول ابلكيشن نيم سبيس بتاعه، الكونسول ابلكيشن واحد اللي هم اتنين في نفس الايه الكونسول ابلكيشن. وادوس على ايه F11، وصل الكلاس اسمه محمد وراح كلمني عن كل ايه الميثود اسمها دودو. اسال F11 نفذ لي كلمتين دول خلاص. اذا كده ايه الامر بسيط. ملخص الدرس ده، ازاي انا اعمل كلاس. طب هل الكلاس دي كلاس دي انواع، في حاجه اسمها سولت، في حاجه اسمها سولت، سولت سولت دي يعني ايه؟ يعني ممنوع اخد منها اوبجكت، شايفين؟ اسف، ممنوع اعمل من اورث منها. في حاجه اسمها ابستراكت، ابستراكت ممنوع اعمل منها اوبجكت، شايفين؟ اداني ايرور. تمام، ليه بقى؟ عشان انا قلت الكلاس دي اسمها ابستراكت. زي مين بقى؟ زي السترنج، شايفين؟ زي السترنج دي الموجودة في النوع بيانات هي ايه؟ سولت، يعني ممنوع بعمل منها اوبجكت. طيب سؤال هنا بقى، عشان اقدر استخدمها فمحتاج انت تعمل الموسم بالجواه دودو دي، اعملها ستاتيك. بس كلاس ستاتيك يعني. تمام اهي، دي تنطبق من ضمن اليات الوصول. امسح الكلام ده كله وقول له انا ايه دوت دودو اهي، ما عملتش من اوبجكت. استدعيت اسم كلاس ثم استدعيت اسم الاوبجكت بتاعه. طيب المره كده واحنا بنشرح النيم سبيس، طب مش دلوقتي، واحده واحده كده. يعني اهم حاجه انت عرفت ازاي اعمل اوبجكت، وعرفت انواع الكلاسات، عندي الابستراكت وعندي سولت. مش هقول لكم الاصول دلوقتي، لما نيجي نخش على موضوع عمليه الوراثه الهيرنس تقريبا بعد درسين تقريبا او بعد درس كده يعني، ولو مش موجوده هحطها لكم يعني. بس انا حاجه تفهم ابستراكت ومستفيد. المفروض دلوقتي هنشوف ايه تاني؟ مجلدات اسماء، مجلدات اسماء. احنا الكلاس دي اللي اسمها محمد، وكلاس دي تحت اسمه ايه ده؟ مجلد اسماء اسمه نيم سبيس. نعمل نيم سبيس مثلا، هسميها خلينا نمسح دي كده، هناخدها كات. قال حاجة مش حاجة، ما تقعدش اهو. نيم سبيس هسميه مثلا اي لاف يو، اي لاف يو. من جوه النيم سبيس اعمل جوه ايه الفانكشن دي، الكلاس دي. تعالى هنا بقى يا معلم، هو قال لي مش قادر يوصل لها، دي لي اقتراحات. اكتب يوزنج، يا اما استخدم يوزنج، يا اما استخدم ايه اي لاف يو. بص لما اقول اي لاف يو دوت محمد دوت دودو، فهمتوا فايدة النيم سبيس ايه؟ عشان. طب وفي حل تاني، أو ممكن اطلع فوق خالص اشيل دي وشيل دي كده، اعملها اقفلهم واقول هنا ايه يوزنج اي لاف يو، شايفينها يوزنج ايه اي لاف يو. تعالى افتح بقى لكم في الابلكيشن ده، اعترض ما اعترضش. يبقى كده احنا شرحنا ايه النيم سبيس. ناقص ايه تاني؟ عايز
آليات الوصول. احنا طبعا شرحنا آليات الوصول او استاتيك. طب احنا عندنا انواع تانية غير استاتيك، خلينا اثناء الحاجات كلها عندنا انواع تانية غير استاتيك. يعني فكنت دي قلنا ايه، دي استاتيك عرفت اوصل لها مباشرة من غير ما اعمل كوبي. طيب في برايفت، في ايه بابليك، او دي خليتها برايفت. تعالى شوف كده، ننزل ايرور، شايف ايرور، بقول لك عشان الميثود دي ايه برايفت. طيب ايه برايفت دي؟ يعني الميثود دي تتشاف في قلب الكلاس، في قلب الكلاس فقط. طب انما لو عملنا بابليك شغال. طب انا عندي نوع تاني اسمه انترنال. انترنال، انترنال دي معناها داخلي، يعني الكلاسات دي كلهم هيشوفوا بعض ولكن داخل نيم سبيس واحده فقط. طب انا عندي اكس، لا عندي انترنال وعندي بروتيك دي الحاجه دي بتتشاف الكلاسات اللي عمليه الوراثه فقط لا غير. تمام، يعني دلوقتي هنا ايه عشان تفهموا، مش هتفهموا النيم دي مش هتقدروا تفهموها، لكن تقدروا تفهموها انترنال. تقدروا تفهموا انترنال عشان ايه بقى، عرفت الاثنين دول تحت نيم سبيس واحده. تمام، بس عملت انترنال كده مش هتتشاف. ليه بقى؟ ان دي جوه نيم سبيس واحده. طب بص هنا لا اتشافت ايه كمان، يعني المفروض انترنال انترنال خلاها ايه، خلات الشاف برضه على المستوى، على المستوى النيم سبيس كمان. بابليك على مستوى المشروع كله. بروتيكت، بروتيكت على مستوى ايه بقى، على مستوى الكلاسات المتراصه منها. الوراثه هنا عامله زي ديكم، بس مقدمه صغيره عشان عملنا كلاس. هنا ممكن نقول كلاس مثلا عادي متورثة منين؟ من حمل. الكلاس اللي اسمها علي دي فيها فانكشن، ما فيهاش اي فانكشن خالص، ماشي. ولكن لما اجي اعمل دي اوبجكت او اعمل اكسس موديفاير، تمام، اقدر اوصل للوظائف، الوظائف اللي هنا. المقصود هنا، المقصود الوراثه يعني ايه، بتورث الوظائف والفانكشن وتورث منها الحاجات دي، كل الحاجات دي موجوده هنا كويس. طيب فايدتها ايه؟ هقول لك فايدتها ايه؟ فايدتها ان في اكواد معينه انا مش عايز حد يشوفها، تمام، وفي اكواد عادي ممكن اي حد يشوفها من كحقوق ملكيه فكريه. فممكن اعمل كلاس لايبرري فايل دي ال ال متكتفه والحاجات جواها موجوده ايه؟ ابستراكت سولد وموجوده فيها برايفت، لكن في اسماء الكلاس نفسها هي ايه اللي بتبان. الكلام ده يبقى تقريبا اعتقد واضح صعب عليكم. تعالوا معايا على سكاي بي لو انتوا في الحاجات اللي مش فاهمينها فقط في الكلام ده، بس انا هختبرك في حاجات كتير قوي اللي فاتت. لو الحاجات اللي فاتت دي انت كويس فيها، تمام، هعرف انت جاي فعلا تتعلم. لو انت جاي تهزر او جاي تهرج، يعني ما عندناش وقت الهزار. الخدمة بقدمها لكم، عشان أنا عندي إحساس يعني الموضوع مش سهل بالنسبة لكم. طبعا الموضوع بالنسبة لي سهل جدا، يعني 11 سنة شغال في الحوار ده، بكتب 9 لغات برمجة الحمد لله، كله بفضل ربنا، كله بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم عندي هنا إيه الأبستراكت، عندي عملت كلاس تانية هي متورثة منها، بس ده مش هو ده الموضوع النهاردة. كده إيه، أنا هشوف حاجة تانية عايز أشرحها، لا كده خلاص، كده أشكركم وانتهى هذا الدرس، ايه الحلقة الخامسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.